السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل بقى باقي الجزء بتاع احنا خدنا الاي سي جي بيبر في الحلقة اللي فاتت، وقلت لكم في بدايتها كده ان الحلقة دي من اهم الحلقات، واقصد بيها اللي هي الاثنين مع بعض، الاي سي جي بيبر مع النورمال اي سي جي، هما الاثنين حلقة واحدة بس عشان خاطر ما يبقاش كبيرة عليكم ولا حاجة فقسمتهم على حلقتين. دلوقتي ان شاء الله ابدا اتكلم بقى معاكم على النورمال اي سي جي. النورمال اي سي جي اللي احنا دايما بنشوفه يجيب لك الاي سي جي بتاعي بالمنظر ده، اكتب لك كده الويفز الاتيه بي كيو ار اس وبعد كده تي، خلاص ده بيسموه نورمال اي سي جي. انا عايز اعرف بقى الرسمه دي جت منين وافهمها كويس جدا وافهم بقيه الرسومات اللي في ال 12 ليد كلهم. تعالى كده نبدا واحده واحده مع بعض. بسم الله. بص يا سيدي، لو انا قلت لك ان ده الهارت بتاعي وان ده المثلث بتاع ايثوفن اللي هو كان معمول بالتلاتة ستاندرد ليدز، ليد واحد وليد اتنين وليد تلاتة، واتفقنا في الاخر ان الاكسس بتاع الكهرباء بتاع القلب ميلي ماشي في الاتجاه ده، صح ولا لا؟ واثبتنا الكلام ده في اول محاضرة. دلوقتي بقى الفكرة كلها مين اكتر ليد موازي لهذا الاكسس؟ ليد اتنين، يبقى هو احسن حد يقيس الكهرباء. عشان كده يا جماعة تلاقي ان اللونج ستريب اللي موجود هنا بيبقى دايما لمين؟ لليد اتنين. فليد اتنين هنبص عليه اهو، يبقى هو اللي موازي للاكسس بتاع الكهرباء بتاع القلب، فهو اللي هنبدا نرسم بناء عليه. اتفقنا؟ حلو، امسح الرسمه دي، تعالى نمسحها بقى عشان نبدا نشتغل عليها. يبقى احنا دلوقتي هنبدا نرسم رسمه بتاع مين؟ ليد اتنين، واتفقنا وعرفنا ليه. تعالى بقى نبدا نشوف الرسمه دي اترسمت ازاي، اللي هي بتاع البي كيو ار اس تي. انا دلوقتي هبدا اخد قطاع كده كرونال في الهارت، تمام؟ كرونال يعني هبص عليه بانهي ليدز؟ ايوه باللمب ليدز، خلاص اللي هي ليد 1 2 و3، ده يهمني جدا الثلاثه ستاندرد. فهبدا ابص في الكرونال سيكشن بتاعي باللمب ليدز، ليد 1 و2 و3، بس انا ميلي اختار مين؟ ليد 2. ده دلوقتي الهارت، الاثنين اتريا والاثنين فنتريكلز. والاثنين اتريا المفروض ان كان عندي هنا حاجه فوق اسمها اس اي نوت، اللي هي العقده الجيبوزينيه، وبعد كده في هنا اي في نوت اللي هي العقده الاذينيه البطينيه، وينزل منها اي في باند لو مد لوفيس، بتتقسم الى رايت وليفت برانشز يمشوا على جدار الفنتركل، وبيطلع منهم بيركنجي ايه؟ بيركنجي فايبرز. ادي عندي هنا الليفت برانش بيبدا يطلع منها حاجه اسمها سوبيريور فاسيكل وانفيرور فاسيكل، وبعد كده الرايت برانش بتبدا تعمل لي عادي البيركنجي العاديه بتاعتها. لو انت بصيت ما بين الاس اي نود والاي في نود، الكهرباء بتبدا توصل من هنا لهنا عن طريق ثلاثه باندلز، حاجه اسمها الاي والبي والسي انتر نودال باندلز، يعني باندلز ما بين النودز، انتر نودلز ما بين العقدتين. طيب هو الجهاز بتاعي هيسجل الكهرباء بتاع اي ولا بي ولا سي لوحدها، كل واحده لوحدها، ولا يسجل المحصله؟ يسجل المحصله طبعا. طيب لقينا المحصله بتاعتهم في اتجاه السهم الاسود ده، يبقى ده اتجاه الكهرباء اللي نازله من الاس نود لاي في نود، واللي في نفس الوقت اللي مسؤول عن مين؟ عن الاتريال دي بولاريزيشن، فنقول عليها الاتريال دي بولاريزيشن اكسس، ماشي بالمنظر ده. قال لك بقى لما كهربه الاتريوم بتتسجل بيرسم لي الويف دي اللي اسمها بي ويف. اشمعنى الويف ده؟ قال لك تعالى نشوف. ده دلوقتي المفروض اهو اتجاه ليد 2، صح كده؟ طيب الاكسس اتجاهه كده، مش احنا قلنا الليد ده بيبقى ليه بوزيتيف الكترود على الليفت ليج وليه نيجاتيف الكترود على الرايت ارم؟ عظيم قوي. واقول لكم برضو ثوابت عشان نفتكرها، ان احنا عندي لو في دي بولاريزيشن لو رايحه ناحيه البوزيتيف الكترود هترسم بوزيتيف ويف، حلو كده؟ والدي بولاريزيشن لو رايحه ناحية النيجاتيف الكترود هترسم نيجاتيف ويف، يعني رايحة بعيد عن البوزيتيف. لو الدي بولاريزيشن بتقرب للبوزيتيف ترسم بوزيتيف ويف، لو الدي بولاريزيشن بتبعد عن البوزيتيف أو رايحة للنيجاتيف يبقى ده يعتبر نيجاتيف ويف، واتفقنا وشرحنا ليه؟ أعتقد بقى نرجع للفيديوهات اللي فاتت مهمة جدا. طيب الري بولاريزيشن بقى، بص معايا، قال لك العكس، يعني إيه العكس بقى؟ لو رايحة للبوزيتيف ترسم نيجاتيف ويف، ولو رايحة للنيجاتيف الكترود هترسم بوزيتيف ويف. اهو دي القاعدة
اللي احنا شرحنا اساسها جاي منين في المحاضرات اللي ما انا مش عمال اهري المرات فاتت عشان خاطر ما نبقاش عارفين دلوقتي كده انا فاهم هي الدنيا جايه كده ليه. طيب تعال نبدا اول حاجه بديتريال ديبولاريزيشن. كهربا جايه كده، طيب ده ديبولاريزيشن نازل كده يبقى رايح في اتجاه البوزيتيف، ديبولاريزيشن في اتجاه البوزيتيف ترسم بوزيتيف ويف. طب ارسم بوزيتيف ويف كبيره ولا صغيره، يعني عاليه الامبليتيود ولا امبليتيود عادي قليل؟ قليل. ليه بقى قليل؟ قال لك هو الاتريوم ده الاذين صغيره ولا كبير؟ صغير، فكهربه العضله الصغيره هتبقى كهربه صغيره. فنرسم بوزيتيف ويف صغير اهو، بوزيتيف ويف صغيره، وهسمي دي بي ويف اهي، بي ويف، ودي مسؤول عن او بتمثل الاتريال دي بولاريزيشن اللي هو الكهرباء وهي نازله. شيل يا جماعه بتاع رمضان، معلش رمضان كريم. خلاص، وهي نازله من هنا لهنا، ده اتجاه الاكسس بتاعها، ادي كده كيس 1. طيب بعد كده الايفي نود اول ما توصل لها الكهرباء تتقل عليها شويه، يعني ما تدهاش للايفي باندل على طول، وده كنا بناخد بقى في دروس النظري عشان الاتريوم. لو انا دلوقتي الايفي نود ادى الليفي باندل الكهرباء على طول، باندل تدي للفنتركل، فالفنتركل يبتدي ينقبض. طب وايه المشكله يا دكتور؟ مشكله ايه يا حبيبي؟ ده الاتريوم لسه ما خلصش انقباض، ما فضاش دم، فضى يا دوب شويه صغيرين، يوم الفنتركل يلحق يفضيهم؟ ما انا ما ملاش حاجه لسه. فيبدا الايفي نود عقله رزينه تتاخر على الكهرباء بتاعتها، ما تديهاش على طول. ليه بقى؟ قال لك عشان تسمح للاتريوم انه ينقبض ويفضي براحته، وتدي وقت كافي في نفس الوقت للفنتركل انه يتملي براحته. فساعتها لا في كهربا بتروح ولا كهربا بتيجي، لا في مؤشر بيرفع ولا مؤشر بينزل، فتلاقي الورقه عماله تطلع 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 والسهم عامل كده، فعمال يعمل لك ايزو الكتريك لاين، خط زي المصطبه، صح ولا لا؟ حلو جدا. فيبدا يعمل لك الخط ده او اللي احنا نقول عليه دلوقتي هذا الخط اهو، ده الخط بتاع الفيزيك الجديده. الخط ده بنسميه ايه بقى؟ قال لك الخط نفسه من اول هنا لحد هنا، من اخر الويف لاخر الخط ده اسمه بي ار سيجمنت. اسمه ايه؟ بي ار سيجمنت. بص بقى يا حبيب قلبي، الفرق ما بين السيجمنت والانترفال، احنا عندي ثلاث مصطلحات مهمين جدا في الاي سي جي، ويف سيجمنت انترفال، ويف سيجمنت انترفال. الويف هو اي ديفلكشن، اي انحراف فوق وتحت، سواء بوزيتيف ويف او نيجاتيف ويف، ضيق او واسع مش مشكله. السيجمنت هي اي قطعه مستقيمه من نهايه ويف لبدايه ويف، لا تشمل ويفز، ماشيه كده بس. الانترفال هو عباره عن ويف زائد سيجمنت، ويف زائد سيجمنت، ده اسمه انترفال. فلما اجي اقول لك الاثنين دول على بعض اللي هو من اول البي لحد نهايه البي ار سيجمنت، ده بنقول عليه اسمه بي ار انترفال. فده بيمثل مين بقى؟ النودال ديلي. ايه يا دكتور ده؟ هو مش النودال ديلي بيمثل بس البي ار سيجمنت اللي هو الخط اللي كان عامله؟ هسال سؤال بطريقه تاني، هل البي ويف، البي ويف اللي مسؤول عن الاتريال ديبولاريزيشن، كهربه الاتريوم اللي بتخليه ينقبض، هل تعتبر جزء من الديلي؟ الناس هتقول لك لا يا دكتور ده بيعمل ديبولاريزيشن بعد كده راحت. بص يا حبيبي، انا هقول لك ان البي ويف تعتبر جزء من الاي بي نودال ديلي. ليه هقول لك؟ بس خد الحته دي مني. عشان كده لما اقول لك مين بيمثل النودال ديلي او الاي بي نودال ديلي، تقول لي البي ويف والبي ار سيجمنت، يعني البي ار انترفال كله كله على بعضه اسمه نودال ديلي او في نودال ديلي. اشمعنى بقى ليه البي ويف تعتبر تبع النودال ديلي؟ تعال نشوف. انت فاكر لما الكهرباء بتمشي في الثلاثه باندل سيمالتينيس مع بعض وتبدا تروح الاي بي نود، هل الاي في نود لما خدت الكهرباء كده خلاص الكهرباء خلصت من الاتريوم؟ ما هو الاتريوم لسه عمال يتكهرب، بدليل ان هي لسه مستنيه لما يخلص انقباض، يبقى هو لسه بيتكهرب، يبقى لسه في ديبولاريزيشن، فتعتبر الديبولاريزيشن جزء من هذا الانترفال. يبقى تاني واحد اسمه بي ار انترفال، ودي بتمثل مين بقى البي ار انترفال؟ قال لك بتمثل الاي في نودال ديلي. الله، وادي تاني كيس خلصت، عرفنا كده ان احنا قسمنا البي والبي ار سيجمنت. تعالى بعد كده ايه اللي يبدا يحصل يا دكتور؟ تبدا الاي في نود تدي للبندل والبندل تدي للبرانشز، فيبدا الفنتركل يتكهرب.
طيب يا دكتور يا محترم، كنا قايلين ان الفنتريكل عباره عن حاجتين، سيبتم حاجز ما بين الرايت والليفت فنتريكل وعباره عن فري وول. طيب مين كان بيكهرب الاول؟ السيبتم. طيب السيبتم كان فيه منه كهربا بتيجي من الليفت الرايت وكهربا تيجي من الرايت الليفت، كل واحده تسجل وحدها في ويف ولا يتسجلوا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض، وناخد محصله. طب المحصله في اتجاه الاكبر، مين الاكبر؟ الليفت فنتريكل هو اللي بيدي كهربا اكتر، فيبقى المحصله بتاعتها من الليفت للرايت. ارجع للمحاضرات اللي فاتت نبحنا صوتنا فيها. يبقى الكهربا جايه كده بالمنظر ده من هنا لهنا، ده اتجاه الديبولاريزيشن. طيب والالكترود البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، يبقى انا الديبولاريزيشن ورايح ناحيه النيجاتيف اهو، ديبولاريزيشن ناحيه النيجاتيف يرسم نيجاتيف ويف. صعبه؟ فيبدا يرسم نيجاتيف ويف. هو السيبتم الحاجز ده صغير ولا كبير؟ صغير، فيبقى النيجاتيف ويف بتاعته صغيره، صح؟ اهو، فيعمل لك الويف الصغيره اللي تحت دي، دي، او في روايه اخرى اللي هي نازله دي اهي، الحته دي، دي عباره عن مين؟ قال لك دي اسمها كيو. اسمها ايه؟ كيو. لسه هنيجي الحاجات دي دلوقتي، وهعرفكم عليها حاجات حلوه جدا، استمع معايا. اسمها كيو ويف. هذه الكيو ويف بتمثل مين؟ السبتال ديبولاريزيشن. كهربة مين؟ كهربة السبتم. عظيم قوي. بعد ما كهربنا السبتم هنبدا نكهرب الفري وول. طيب الفري وول كان عباره عن رايت وليفت فنتركل، هتبدا تسجل الرايت لوحده وليفت لوحده ولا الاثنين مع بعض تاخد المحصله؟ عرفناها ومهروسه، الاثنين مع بعض ناخد محصله، والمحصله في الاتجاه ده وعرفنا ليه. فيبقى محصله الفنتركل نازله كده اهو. اسمع بقى الحته دي عشان يعني احيانا بتتشرح بطريقتين، فانا عايز اعرفك الاثنين، وامشي باي طريقه بس مش هتفرق معايا خالص. خد شوف نسكافيه يا جماعه. نسكافيه ده حاجه كده خرافه. معلش يا اولاد مش قادر اسيب الكوبايه اصلا. بص معايا كده، خلصنا الاي في نودال ديلي وخلصنا السبتال ديبولاريزيشن واللي احنا سميناها 3 ايه، خلاص. تعال بقى نكهرب الفري وول. انت قلت هتاخد المحصله. ناخد المحصله يا دكتور، والمحصله اتجاهها كده. ايه بقى طريقتين الشرح بتاعتك يا دكتور؟ تخيل معايا ان في ناس بتقول لك ان ده دلوقتي اتجاه الليد بتاعك، عظيم قوي يا دكتور، وده اتجاه الاكسس بتاع المحصله، عظيم قوي يا دكتور. فكده ايه اللي حصل؟ قال لك قطعه، ما دام الاكسس قاطع الليد يرسم باي فيزيك بوزيتيف ويف ونيجاتيف ويف. طيب هل النيجاتيف قد البوزيتيف ولا البوزيتيف اكبر من النيجاتيف ولا النيجاتيف اكبر من البوزيتيف؟ قال لك قاطعه وبيقرب اكتر ما بيبعد، الزاويه ما بينهم صغيره، يبقى معناها بيقرب منه اكتر ما بيبعد. حلو جدا. ما دام بيقرب اكتر ما بيبعد، بيقرب من مين؟ من البوزيتيف الكترود اهو، يبقى يرسم باي فيزيك البوزيتيف اكتر من النيجاتيف. فتلاقي رسم لك ايه؟ بوزيتيف اكتر من نيجاتيف اهو، البوزيتيف كبيره ونيجاتيف صغيره بالمنظر ده، البوزيتيف كبيره ونيجاتيف صغيره. فعمل لك فوق الار وعمل لك تحت الاس، والكيو كنا رسمينها قبل كده، تمام. يبقى الار اس هي عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن كهربه الفري وول. لما تكهرب في الاتجاه ده قاطع، ولما قاطع عمل باي فيزيك البوزيتيف اكتر من نيجاتيف، فهمناها، لان الاكسس بيقرب من الليد اكتر ما بيبعد ومقطعه. في بقى مش مقطعه اللي هي يا جماعه قطع الارحام وكده، يعني مقطعه يعني تقاطع. هزر وهتحب اقلل الشوارد. في بقى حاجه مهمه جدا، في ناس تقول لك لا الكهرباء الار ويف، الار ويف تعمل بوزيتيف ويف عادي، لان ده كهرباء جايه كده والاكسس جاي كده، فالاثنين في اتجاه بعض، صح؟ ما دام الديبولاريزيشن في اتجاه الليد اهو، الديبولاريزيشن في اتجاه الليد يعني اتجاه البوزيتيف، يرسم بوزيتيف ويف. طيب هو الفنتركل كبير ولا صغير؟ كبير، يبقى كهربته كبيره، فتلاقي الار ويف عاليه. طب والاس يعني جات لك منين؟ اقول لك عشان المستمع اسمعني كده شويه. قال لك الاس ويف بقى بعد ما بنكهرب القلب، زي مثلا ان ده القلب اهو، بعد ما كهربنا الرايت والليفت هنبدا، بص الكهرباء ترجع كده، الفيله كده اهو، الكهرباء تلف وترجع كده. يعني ايه ترجع كده؟ ترجع عشان تكهرب البيز اوف ذا هارت. فلما تبقى راجعه لفوق بالمنظر ده هو، بص كده، تبقى جايه كده على الليد ده، الليد الاحمر، تبقى جايه الكهرباء عليه كده. يبقى اتجاه الديبولاريزيشن طالع عكس اتجاه الليد، يعني رايح ناحيه النيجاتيف الكترود. لما الديبولاريزيشن يروح ناحيه النيجاتيف الكترود يرسم نيجاتيف ويف،
صح؟ فرسم ساعتها الاس، فساعتها الاس مش هنقول عليها ان هي جزء من الباي فيزيك، هنقول عباره عن كهربه البيز اوف ذا هارت. تمام؟ ادي قلت لك الاثنين، بس الناس بترشح طبعا اكتر حته الباي فيزيك. مش هتفرق، مش هي المعضله ولا هتمثل الازمه خالص، ده انت هتفاجئ بعد شويه بحاجات. يبقى الار اس خلاص ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن الفري وول ديبولاريزيشن. صح كده؟ عظيم قوي. بعد كده يا دكتور قال لك سعادتك كده خلصنا من الفريول، تعالى بقى كده الاتريا منقبض والفنتريكل انقبض، يبدا بقى الفنتريكل يجهز للانبساط. افكرك ان احنا كان عندنا معلش هرسم هنا وامسحها يعني، بس مش تابع ليد بعينها. لو تفتكر كده الاكشن بوتنشال بتاع الهارت كان بيمثل بالكيرف ده، فاكر لما كان الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعه عن سالب 90 وهكذا، وكان ده كده كان اسمها بلاتو، والبلاتو ده كان تقريبا الراوند الزيرو هنا. صح كده ولا لا؟ حلو. قال لك كانت الريبولاريزيشن ثلاث مراحل، كانت حته صغننه مش مهمه قوي، وبعد كده البلاتو اللي فتره زمنيه كبيره، وبعد كده الحته اللي نازله الديستندنج لامب. فقال لك الريبولاريزيشن يمثل بحاجتين اساسيتين الا وهو البلاتو والديستندنج لامب. فهيبدا في الفنتريكل الريبولاريزيشن يتكلم على اول مرحله البلاتو. طيب البلاتو دي هل في كهرباء بتطلع او كهرباء بتنزل؟ قال لك لا، بلاتو ايزو الكتريك لاين، لان كان في ساعتها بوتاسيوم بيطلع وكلورايد وبتاع ده كالسيوم بيدخل، فكان في بوزيتيف خارج بوزيتيف داخل، فلا في ويف بتطلع ولا ويف بتنزل، وفي نفس الوقت الابره لا بتتحرك فوق ولا بتتحرك تحت لان الويفز ما بتتغيرش، والورقه عماله الجهاز يطلعها، صح ولا لا؟ فتلاقي الورقه بتطلع والابره ثابته، فبترسم ايزو الكتريك لاين. فيترسم هذا، مين هذا بقى؟ اهو بعد رسمنا الار سيجمنت هنرسم بقى هذا اللي هو الايزو الكتريك لاين، وهنسميه اس تي سيجمنت. ودي بنستدل بيها عن الامراض لما يكون في مثلا اسكيميا في الهارت او انفاركشن، مهمه جدا. يقول لك في حاجه اسمها اس تي اللي ماشي، اس تي سيجمنت اليفيشن، اس تي سيجمنت ديبرشن، وهكذا، مهمه جدا نعرف هنا الجلطات في القلب زي ما هنشوف ان شاء الله في الابنورماليتيز. طيب كده خدنا البلاتو. بعد البلاتو قال لك يبقى في ديسندنج لمب. ماله بقى الديسندنج لمب؟ معلش يا جماعه خلي دي هنا، مش عارف ايه اللي خلاني اسرح هناك. اهو ادي الاس تي سيجمنت، خلاص اس تي سيجمنت، تمام كده ايزو الكتريك لاين. تعالى بقى الديسندنج لمب. الديسندنج لمب معناها ريبولاريزيشن، والريبولاريزيشن اتفقنا هنشرح في الهارت بيبقى من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ من بره لجوه، من الابيكارديوم او البريكارديوم لحد الاندو. وقلت لكم في اول حلقه ليه يا جماعه، اول ثلاث حلقات مهمين للغايه، يعني انا مش عارف اشكر فيهم ازاي. بص بقى، فاتجاه الريبول ده كده الدي اللي بالاسود عكسه الريبولاريزيشن، وما دام انا رسم مزجزج كده يبقى معناها بطيء. ما هو الطبيعي يا اولاد ان الفنتركل بتاعي بص بيشتغل ازاي، ينقبض كده وينبسط كده، ينقبض بسرعه وينبسط بالراحه، ينقبض بسرعه وينبسط بالراحه، ينقبض بسرعه وينبسط بالراحه. فاذا كهربه الديبولاريزيشن اسرع من كهربه الريبولاريزيشن. تاني، كهربه الديبولاريزيشن بتاع الانقباض اسرع من كهربه الريبولاريزيشن بتاع الانبساط. فتلاقي الكهرباء يعني ايه، مش ضعيفه، بطيئه، خلاص ماشيه على مهلها. فيقول لك ما دام الديسندنج لمب بيعبر عن ريبولاريزيشن، والريبولاريزيشن عكس اتجاه الليد، بص الريبولاريزيشن ماشيه ناحيه اهو كده ناحيه النيجاتيف، ريبولاريزيشن ماشيه ناحيه النيجاتيف، نرسم بوزيتيف ويف. طيب بوزيتيف ويف عاليه ولا قصيره؟ هو الفنتركل كبير يبقى عاليه شويه. طيب واسعه ولا ضيقه؟ هو الكهرباء بطيئه ولا سريعه؟ بطيئه، فتترسم واسعه على مهلها اهو. فيترسم هنا بقى ساعتها الاس تي سيجمنت كنا رسمينها عادي مش اي مشكله، اترسم مين بقى دلوقتي؟ بوزيتيف ويف اهو، واسعه وكبيره بالمنظر ده، وسميناها تي ويف. سميناها ايه؟ تي ويف. ودي بتعبر عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن، وبالذات الديسندنج مين؟ الديسندنج لمب. تمام؟ في بقى في الاخر كده حاجه اسمها بابيلاري ماسل. ايه بقى البابيلاري ماسل؟ ماسلز اللي بتشد الكاسبس، خلاص؟ قال لك في الاخر في حاجه اسمها يو ويف صغيره كده بتبقى موجوده في بعض البشر وبعض تاني لا، يعني احيانا ما تسجلش لانها صغيره جدا. فاليو ويف قال لك دي بتعبر عن مين؟ هذه اليو عن البابيلاري ماسل، خلاص اسمها يو
ويف كهربة الايه؟ البابيلاري ماسل. ده كده بالنسبة ليه الكهربة بتاعتي. مين اللي رسم الرسمة دي اللي هي البي كيو ار اس تي؟ اهو ليد اتنين. يبقى ليد اتنين رسم ايه؟ رسم بي كيو ار اس تي. تاني بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي. ولو خدت بالك هتلاقي ان انا بنطق كيو ار اس مع بعض، عشان كده بيسموهم كيو ار اس كومبلكس، لان كلها بتاع الفنتركل فري وول وسبتم. يبقى دي بي كيو ار اس تي. دي الكهرباء اللي رسمها عمي مين؟ ليد اتنين. فهمناها جت ازاي؟ اتمنى اكون فهمت. سهله جدا ومهمه للغايه. احنا كده رسمنا ليد اتنين لما كانت بتبص على الاكسس وهو عامل كده، بصينا عليه بليد اتنين رسمنا البي كيو ار اس تي بالمنظر ده. طيب تعالى بقى سعادتك نفضل نرسم، يعني نكرر نفس اللي احنا عملناه على الاكسس ده بس بليدز تانية، بليد واحد وثلاثة وفي ار وفي ال وفي اف وفي واحد. يا دكتور ده سعادتك ده هيسقفل يعمل حلقة كده ومش فاضيين. استنى بس هقول لك على حاجة حلوة خالص. بص ايه رأيك ان الامب بتاعنا لو بمنظر ده، مش ده الغرض اللي احنا كنا رسمينه هنا بس على صغير، وده كان الاكسس بتاعي. احنا ناخد خط عمودي على الاكسس بالمنظر ده اهو، وبكده قسمنا الكورونال سيكشن بتاعي لنصين. طيب ما تحدد لي اماكن الليدز كده اللي موجوده بالنسبه للهارت. هبص بالليدز بقى اماكنها فين. هتلاقي ليد واحد موجوده هنا والاي في ال موجوده هنا وليد اتنين موجوده هنا والاي في اف موجوده هنا والاي في وليد تلاتة موجودة هنا صح؟ ما عدا العقة الشاذة الوحيدة اي في ار موجودة هنا. فهتلاقي ان البوزيتيف الكترود بتاع ده وبتاع ده وبتاع ليد اتنين الاساس اللي احنا كنا نتكلم عليه والاي في اف وليد تلاتة كلهم في نفس الجنب. طيب مدام الاكسس واحد وكل البوزيتيف الكترود بوزيتيف الكترود هنا وهنا 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 كلهم في نفس الجنب البوزيتيف الكترود، فهيرسم نفس الويفز. تقول لي يا دكتور تمام، يعني قصدك هيرسم بي كيو ار اس تي زي ما هم؟ اه. تقول لي بس الزوايا بتختلف. ليد اتنين وهو بص على الاكسس ده زاويته موازيه، انما ليد واحد مش موازي. اقول لك الزوايا لما تختلف هيختلف حجم الويفز بس زي ما هقولها، ولكن شكل الويفز هو هو، البي زي ما هي ولكن حجمها بس بيختلف. ازاي بقى؟ هتلاقي ان ليد واحد و اي في ال الاتنين اللي جنب بعض دول يرسموا نفس الرسمه بتاع ليد اتنين بس اصغر شويه. فنلاقي بالمنظر ده ادي واحد و اي في ال واحد هيرسم بي كيو ار اس تي اهو اصغر من دي، والاي في ال اهو نفسها بي كيو ار اس تي اصغر من دي. تمام. ليه اصغر؟ لان انا قلت لكم ده الليد خلاص وده الاكسس اهو، ليد اتنين وده الاكسس بتاعي. الاكسس ثابت ولكن الليد هيتغير. بص كده الليد الاحمر هيتغير ازاي؟ الزاويه كده ما بينهم صفر. كل ما صغرت الزاويه الويفز كانت اكبر ما يمكن، كل ما الزاويه تكبر الويفز اللي بترسمها الليدز تصغر. فعشان كده الزاويه هنا كبرت صح ولا لا؟ والزاويه هنا كبرت اكتر. فتلاقي ليد واحد واي في ال الرسمه بتاعتهم اصغر من ليد اتنين، وكمان اي في ال اصغر من واحد لو حبينا ندقق اكتر. طيب ده كده بالنسبه للواحد والاي في ال، خدنا ليد اتنين فسرناهم. طيب شكل بقى الاي في اف والليد ثلاثه. قال لك الاي في اف وليد ثلاثه، بص كده معايا ده الموازي، هنا الزاويه بدات تبعد شويه هنا تبعد اكتر. تمام. ولو احنا رسمين الرسمه بالظبط على ورق ورسم صغير هنلاقي ان الزوايا دي، الزاويه من اول هنا اللي هو يعتبر الاكسس بقى بتاعي لحد دي او لحد دي، اصغر من الزوايا دي. يعني اذا كل ما الزاويه تصغر كل ما الويفز تكبر. طيب هنا بص بقى معايا الاي في اف وليد 3 الزوايا اكبر، يعني الزوايا اكبر من الزوايا الموجوده هنا مقارنه بالاكسس اللي ماشي كده، وكل ما الزاويه كبرت كل ما الويفز تصغر اكتر. فنلاقي ان اي في اف وثلاثة يرسموا ويفز اصغر واصغر اهو. فين ثلاثة اهو يرسم ازاي؟ بص كده اصغر خالص اهو بي كيو ار اس تي، شوف صغيرة خالص مقارنة بدي ودي او دي. واي في اف اهو بي كيو ار اس تي. يا سلام يا سلام ايه الجمال ده. يبقى احنا هنا هتلاقي كلهم رسموا نفس الويفز الا الاي في ار ده البوزيتيف بتاع الناحية التانية.
طيب مهنا دلوقتي لو الاكسس كان ماشي كده والليد بتاعي كان كده فبدا يسجل نفس النظام كل الليدز اللي ماشيه في الاتجاه ده رسموا بيك يا اورس ده الاكسس ايه رايك بقى الليد جيت قلبه عامله كده هو ده الليد اي في ار صح لما اتقلب الليد بقى يبص بالشقلوب فكل الويفز تتشقلب البوزيتيف هيبقى نيجاتيف والنيجاتيف هيبقى بوزيتيف فتبص في الاي في ار البي ويف تلاقيها لتحت بالمنظر ده والكيو اللي كانت كيو اللي تحت كده تلاقيها فوق والار اللي كانت لفوق تلاقيها تحت والاس اللي كانت لتحت هتلاقيها فوق بس انا ما سميتهمش الويفز كده والتي اللي كانت فوق هتلاقيها تحت ده الاي في ار هتلاقي في رسمه كده ما تقوليش ده ابنورمال ده النورمال بس هو شايف الصوره من ناحيته بالاتجاهات دي لو انت عايز تفسرها هات كده الاكسس بتاعي ماشي الليترال دي بولاريزيشن نازله كده والبوزيتيف هناك يبقى الدي بولاريزيشن بتبعد عن البوزيتيف بالنسبه للاتريال اللي هو كان نازل كده الدي بولاريزيشن لما تبعد عن البوزيتيف هترسم بي ويف هترسم نيجاتيف ادي النيجاتيف بتاع الاتريال دي بولاريزيشن بقى تحت اللي هي كانت البي مع انها كانت فوق في الاصل ليه عشان اتجاه الليد اختلف طيب انا بقى اضرب لك مثال تعالى تاني حاجه السيبتوم كان كهربته ماشيه كده ناحيه عندي اهو ده السيبتوم والبوزيتيف يعني رايح ناحيه البوزيتيف سيبتا الدي بولاريزيشن دي بولاريزيشن رايح ناحيه البوزيتيف هيرسم بوزيتيف ويف طب هو السيبتوم كان بيترسم بالكيو نيجاتيف اتقلب بقى بوزيتيف انت متخيل فهكذا امشي هتلاقي الاي في ار كل الويفز فيها معكوسه عكس الايه العادي تقول لي طيب يا دكتور في حاجه كمان ان الناس الاكسس اوف ذا هارت بتاعهم مش واحد يعني احنا مثلا واحد الاقي الاكسس بتاعه كده واحد الاقي الاكسس بتاع الهارت كده واحد الاقي الاكسس بتاع الهارت كده واحد الاقي الاكسس بتاع الهارت كده نورمال يا دكتور اه نورمال يا ابني ازاي يا دكتور ما هو يا ابني قال لك ايه ان الهارت بتاعنا ليه رينج في النورمال اكسس الرينج ده بيتراوح لو تخيلنا كده ان ده الهوريزونتال لاين وفيرتيكال لاين ده كده زاويه 0 ودي كده زاويه 90 هتلاقي ان الاكسس بتاع الهارت اللي احنا كنا بنرسمه في الطبيعي اللي احنا عمالين نرسم عليه هنا ده الاكسس عايز اقول لك بقى ان الاكسس بيتراوح من اول هنا اللي هي سالب 30 لحد هنا اللي هي موجب 100 الاكسس ممكن يكون هنا 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 فاذا عندي من اول سالب 30 لموجب 100 امشي بقى سالب 30 سالب 29 سالب 28 كل مره تحط الاكسس في زاويه من دول تبدا تبص عليها بال12 ريد وترسم 12 رسمه يا خراشي ده احنا كده مش هنخط ده انت كده فعلا سك الحلقه خالص لا اقول لك على طريقه حلوه خالص بقى ايه بقى يا دكتور القاعده بتقول لك ايه the smaller the angle between الاكسس والليد كل ما كانت الزاويه ما بين الاكسس والليد صغيره the larger the wave كل ما كانت الويف اللي بتترسم كبيره العكس صحيح كل ما كانت الزاويه كبيره كل ما كانت الويف اللي بتترسم صغيره الويف بين مين ومين الاكسس والليد وعشان بقى ما نقعدش نرسم لكل اكسس على حده نبص عليها بال12 ليد تاني فنحط كلمه provided that بشرط ان يكون الاكسس ما بين السالب 30 والموجب 100 خلال الرينج ده بينطبق عليه القاعده وصلت كده فمن هذا نبدا نستفيد الاتي هنفترض كده ان ناخد ان الاكسس عند زاويه صفر زاويه صفر عن الاكسس كده ادي الاكسس كده عند زاويه صفر واتجاهه ماشي كده الاكسس كده كده عند زاويه صفر ونبدا نبص بيه على ماشي بكل ليد من السته بتوعنا اوكي اللي هو ثلاثة الباي بولر وثلاثة يوني بولر اللي هم الليمب ليدز كلهم فقال لك ايه بقى مين من السته ليدز طبعا ارمي بقى دي في ار ده عكسهم خالص مين من الخمسه ليدز دول تلاقيها بترسم اكبر ويف للاكسس ده قال لي ليد واحد اشمعنى لان الاكسس كده وليد واحد في نفس الاتجاه موازي ليه ولما يكون الاتجاه موازي يعني الزاويه ما بينهم صفر ولما يكون الزاويه صفر يرسم اكبر ويف فاكبر ويف بتترسم عند اهو ليد واحد ده اتجاه الليد اللي بالازرق اتجاه الليد اللي بالاسود اتجاه الاكسس حلو كده يبقى اكبر زاويه هتترسم عند ليد واحد مين الزاويه اللي بعدها بصوا معايا اللي ترسم يعني اصغر منها بشويه يعني الترتيب بقى تنازلي كده اللي يرسم اصغر منها بشويه احنا كنا كده الزاويه كانت صفر هنبدا بقى الزاويه تكبر شويه فالويف تصغر طيب مين الزاويه اللي ما تبقاش كبيره قوي بعدها تبقى صغيره شويه قال لك الزاويه اللي عامله كده اهو اوبا الزاويه دي صغيره جدا صح تعالى نقرب كده عشان نشوف قربنا بص معايا ادي الزاويه دي
طيب مين الليد اللي الاكسس او الاتجاه بتاعه بالاخضر ده؟ ده ليد اللي اسمه اي في ال، اللي هو ده الزاويه ما بينهم دي بس، فدي زاويه صغيره. فالزاويه لما صغرت شويه، سوري، الزاويه لما كبرت شويه عن الصفر بدات الويف تصغر شويه، فنلاقي ان الترتيب بقى تنازلي، الويفز هتبقى اصغر شويه في الاي في ال. تعالى بعد كده في ليد 2. طب ما يا دكتور احنا ليد 2 قلناها يا حبيبي لما كان الاكسس كده، احنا دلوقتي عملنا الاكسس 0، فنبدا نبص على ليد 2. ليد 2 يا سيدي عامل كده اهو، فالزاويه تلاقيها اكبر شويه من هنا، كل ما الزاويه كبرت الويفز تصغر، فالويف هتبقى اصغر شويه في ليد 2. طب تعالى الليد ده اللي اسمه اي في اف، الزاويه بتاعته كده، الزاويه لما نزلت كده الاتجاه بتاع الليد لما كان كده الزاويه كبرت، فالزاويه لما تكبر الويفز بتاعتها تصغر، فلما الويفز تصغر هتلاقي الاي في اف الويفز بتاعتها اصغر من اللي قبلها. تعالى لليد 3 نازل كده، فالزاويه كبرت اكتر، فالزاويه لما تكبر اكتر الويفز تصغر اكتر، فنلاقي ان ليد 3 الويفز بتاعتها اصغر واصغر واصغر، بس كلهم في نفس الاتجاه، البوزيتيف بوزيتيف والنيجاتيف والنيجاتيف نيجاتيف، زي اللي احنا كنا متعودينها في الطبيعي. فانت تمشي ده، انت تمشي بقى بالمنظر ده، انت مش هتقعد تحسب لكل اكسس على حده، احنا خدنا القاعده العامه خلاص. طيب ما تيجي نفرض بقى ان الاكسس بتاعي بدل ما هو كان صفر يبقى الاكسس 90. ها خلي الاكسس 90، يلا يلا نعمل ايه؟ تعال نشوف. بص يا سيدي، ده دلوقتي عندنا الاكسس لما كان 90 درجه نازل كده، مين اكتر زاويه او الليد اللي هيشوف اكبر زوايا او اكبر ويفز؟ اهو لما جينا رسمنا بقى الاكسس بزاويه 90، تمام اهو زاويه 90 بالمنظر ده عندي دي كده، مين الليد اللي هيجيب او هيبص لاكبر ويفز؟ الموازي ليه. مين الموازي ليه؟ اي في اف. فالاي في اف عامل كده، الزاويه ما بينهم صفر صح ولا لا؟ ما بين الاثنين الاكسس والليد، زي ما تكون الزاويه صغيره جدا الويفز تبقى كبيره جدا، فتبقى اكبر ويف موجوده في الاي في اف. ده امتى؟ يقول يا دكتور ما المره اللي فاتت ما كانتش، كانت ليد واحد. اقول لك على حسب الاكسس، لما الاكسس اتغيرت غيرت حجم الويفز. طيب تيجي مثلا جايب بعدها ليد 3، ليد 3 الاكسس الليد بتاعها كده والاكسس اهو، فالزاويه كبرت شويه عن الصفر، فلما تكبر شويه الويفز بتاعتها تصغر شويه، فنلاقي الاصغر الويفز الاصغر شويه تظهر في ليد 3 عن اي في اف، اي في اف تبقى اكبر شويه. طب تعالى بعد كده في ليد 2، ليد 2 عامله كده، ايه ده الزاويه كبرت اكتر من دي، لما الزاويه تكبر اكتر الويفز تصغر اكتر واكتر، فنلاقي ليد 2 الويفز فيها اصغر شويه. ولما تيجي تبص بعد كده على ليد 1 تلاقي ليد 1 عامله كده، الزاويه كبرت اكتر واكتر واكتر، فالويفز تصغر اكتر واكتر واكتر اهو، يبقى ليد 1 الزوايا فيه اصغر واصغر واصغر، او السوري الويفز. اخر واحد بقى اي في ال، الاي في ال عامل كده، فالزاويه بقت منفرجه اكبر واكبر واكبر واكبر، فالويفز تبقى اصغر واصغر واصغر واصغر. احب اغنيها يا اولاد، جميله جدا. ادي يا عم الاي في ال. فانت مش مضطر انك تقعد تبص بالليدز على كل اكس على حده عشان تقدر تسجل وتفضل تحفظ بقى كل واحد كده لوحده، مش منطقي خالص. فاحنا قلنا القاعده، القاعده بتقول لك ايه؟ ذا سمولر ذا انجل بتوين الاكسس والليد، كل ما كانت زاويه صغيره ما بينهم ذا لارجر ذا ويف، كل ما كانت الويف كبيره، بروفايدد ذات بشرط ان تكون خلال رينج من سالب 30 الى موجب 100. اتمنى تكون اتفهمت. في بقى ملحوظتين مهمين جدا 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 للغايه، فهمتهم؟ نكمل اي سي جي مع بعض، ما فهمتهمش اقفل السلسله دي ما تفرجش عليها تاني، اوكي؟ ده لمصلحتك عشان ما تضيعش معايا وقت. ايه بقى يا دكتور الملحوظتين الجامدين قوي دول اللي انت عمال تقول ان هما مهمين للغايه وكده؟ قبل ما اقول لك الملحوظتين بس تعالى نعرف حاجه. انا دلوقتي ابدا اتكلم عن الكيو ار اس، خلاص؟ الكيو ار اس مين؟ كومبلكس. ايه هي الكيو ويف وايه هي الاس ويف وايه الار ويف؟ ما اقصدش هي بتمثل ايه؟ يعني اعرف منين ان اللي في الكيرف او اللي مرسومه هنا هي كيو ولا اس ولا ار؟ اعرفها منين؟ قال لك بص، الكيو ويف دي اول نيجاتيف ويف موجوده في الكومبلكس، يعني اول حاجه تلاقيها نازله لتحت اعرف ان هي كيو، تسميها كيو. فاش تسميها، طب افرض انا لقيت واحده بس نازله كده، يعني الكيو ار اس كومبلكس شكله عامل كده زي ما نقول، اسميها كيو. يا دكتور بس طويله ما اسمهاش ار، لا اسميها كيو. خلاص هنعرف دي كمان شويه. يبقى ايه هي كيو؟ هي اول نيجاتيف ويف اتقابلك. طب ايه هي الار؟
اول بوزيتيف ويف بتقابلك. خلاص اول بوزيتيف تشوفها، يعني انت لو بدا الكومبلكس ببوزيتيف، اول بوزيتيف يبقى اسمه ار، يبقى اول ويف تبقى بوزيتيف ده اسمه ار، اول ويف تبقى نيجاتيف ده اسمه كيو. طب الاس ويف هي اول نيجاتيف تيجي بعد البوزيتيف، طب ما هو البوزيتيف كان ار، النيجاتيف اللي تيجي بعد البوزيتيف دي اسمها اس ويف، يبقى الاس اول نيجاتيف بعد البوزيتيف، انما الكيو اول نيجاتيف، انما الار اول بوزيتيف. طيب في بقى عندي حاجه اسمها ار داش، ايه بقى الار داش دي؟ قال لك دي اول بوزيتيف بعد الاس، عباره عن ايه؟ اول بوزيتيف بعد الاس، يعني انت رسمت الاس ويف، طب الاس بتيجي امتى؟ بعد بوزيتيف، يبقى تلاقي في ار واس وجت بعدها ار ثانيه، فالار الثانيه دي نسميها داش. تعال بقى نبدا ناخد المفاجئتين او المعلومتين الجامدين قوي دول. ايه بقى المعلومه رقم واحد؟ بتقول ان مش كل كيو ار اس كومبلكس هتلاقي فيه كيو وار واس، يعني ممكن تلاقي فيه كيو بس او كيو ار او كيو ار اس، فممكن تلاقي فيه ويف او اتنين او التلاتة مع بعض. فلو لقيت ويف واحدة بس بنسمي هذا الكومبلكس مونوفيزك، ولو لقيت اتنين هيبقى باي فيزك، ولو لقيت تلاتة نسميه تراي فيزك. طب ايه الاحتمالات؟ المونوفيزك اللي هي الويف واحدة يتبقى بوزيتيف لفوق يتبقى نيجاتيف لتحت، فممكن تبقى بوزيتيف ويف. طب ما هي لو بوزيتيف هتبقى اول واحدة بوزيتيف، هي هي اول بوزيتيف ويف كانت هي الار، فساعتها نسميها ايه؟ نسميها ار ويف. طب ولو هي كانت نيجاتيف، اول نيجاتيف ويف تيجي اسمها كيو نسميها كيو، ولكن تسمى مجازا كيو اس، فالكيو اس دي مقصود بيها الكيو، ان هي اول نيجاتيف مين ويف نقول عليها كيو اس. طيب لو هي باي فيزيك، باي فيزيك يعني بوزيتيف ونيجاتيف، يا اما يبقى بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف. لو بوزيتيف نيجاتيف، البوزيتيف في الاول اول بوزيتيف ويف ار، واول نيجاتيف ويف بعد البوزيتيف اسمها اس، او تبقى نيجاتيف بوزيتيف اول نيجاتيف كان اسمها كيو واول بوزيتيف اسمها ار، يبقى كيو ار. حلو. وممكن يبقى تراي فيزيك، تراي فيزيك يعني ثلاثه، يبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب لو هي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، اول نيجاتيف كيو واول بوزيتيف ار واول نيجاتيف بعد الار اللي هي بعد البوزيتيف اسمها اس، يبقى كيو ار اس. خلاص. طيب لو هي بقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، اول بوزيتيف ار واول نيجاتيف بعد الار، اهو اول نيجاتيف بعد الار اللي هي البوزيتيف اسمها اس، وبعد كده جت بوزيتيف، البوزيتيف اللي يجي بعد نيجاتيف بص كده ار داش، البوزيتيف اللي بعد الاس اهي بوزيتيف بعد اس سميها ار داش، فدي ساعتها نسميها ار سمول اس ار داش. تمام. في بقى معلومه كده صغيره مش الملحوظه الثانيه، اسمها الملحوظه الثانيه، معلومه صغيره اقول لك ايه بقى، ان الويفز الكبيره تمثل بحروف كابيتال، حروف كبيره، انما الويفز الصغيره تمثل بسمول ليتر، حروف صغيره. في بقى حاجه مهمه جدا على هذه الملحوظه الاولى، الملحوظه الاولى ان مش كل كيو ار اس كومبلكس هيكون فيه ار واس وكيو، لا ممكن تلاقي ار بس او كيو وهكذا زي ما احنا قلنا. ايه بقى اللي بيحدد او بيخلي ان في الاي سي جي بتاعي شكل من السته دول؟ يعني ايه اللي بيحدد لي ان هلاقي ده او ده او ده او ده؟ ايه اللي يخليني احدد ان في واحد من السته دول قال لي ثلاث حاجات؟ مين هم بقى؟ تعالى نشوف التلات عوامل بقى اللي بيحددوا شكل الكيو ار اس، واحد من السته، الاثنين المونو او الاثنين الباي او الاثنين التراي، ثلاث حاجات. واحد قال لي الليد اللي ببص بيه هو انهي ليد؟ ليد 1 2 3 ولا اي في ار ولا اي في ال ولا اي في اف؟ اثنين الاكسس، اتجاه الاكسس شكله عامل ازاي؟ ورقم ثلاثة النورماليتي. تعال نفهم واحدة واحدة. أول حاجة الليد اللي ببص بيه، تعال ناخد مثال. لو أنا ببص بليد اثنين، ليد اثنين اللي هو كان نازل كده، صح؟ حلو جدا، كان النيجاتيف الكترود هنا والبوزيتيف الكترود هنا. فده كان بيرسم لي في النهاية هذا الشكل كيو ار اس، وعرفنا ليه؟ ده ليد اثنين. صح كده؟ كان بيرسم لي كيو ار اس. حلو جدا. كان كيو نيجاتيف ار بوزيتيف اس نيجاتيف. قال لك ما تيجي نبص بقى بالاي في ار، اي في ار ده اللي هو كان ماشي كده. النيجاتيف بتاعه هنا والبوزيتيف بتاعه هنا، النيجاتيف ده اللي كان بيساوي صفر. فاحنا قلنا البوزيتيف بتاعه هنا. طيب كده اتجاه الديبولاريزيشن الاكسس هيبقى ماشي عكس اتجاه الليد. يعني ده كان الاكسس ماشي مع الليد فرسم لي الويفز دي. لما امشي الاكسس عكس الويف هيرسم الويفز بالشقلوب. فلاقي الويفز بدل نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف.
هتبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، واول بوزيتيف تبقى ار سمول لانها ويف صغيره، وبعد كده اس لان الاس دي اول نيجاتيف ويف بعد البوزيتيف، هي بوزيتيف بعدها نيجاتيف، وبعد كده خلاص هتلاقي فيه ار داش. ايه هي الار داش؟ هي البوزيتيف اللي بتيجي بعد الاس. يبقى هنا فعلا على حسب اتجاه الليد او على حسب نوع الليد بتاع اللي ببص بيه اختلف شكل الكومبلكس. هنا في ليد 2 كان كيو ار اس، انما لما الليد القلب زي ما هو الليد نفسه ببص بيه لقيت فيه ار اس ار داش. انت متخيل ال والار اس ار داش ده اللي احنا لقيناه هنا، يعني دي كده نسميها ار اس ار داش، تمام؟ طيب ده لو اختلف الليد. هتيجي بقى لو اختلف الاكسس. الاكسس الطبيعي بتاع الهارت ماشي كده صح، يعني موازي لليد 2. ده ليد 2، ده مش الاكسس اللي انا رسمه بالازرق، ده ليد 2. لما كان الاكسس ماشي مع ليد 2 كده خلاص، كانت كهربه السبتم بتبقى كده اهو، وكهربه الفري وول كده اهو. فكانت كهربه السبتم الديبولاريزيشن ماشيه بعيد عن البوزيتيف، فكانت بتترسم نيجاتيف ويف، ده السبتم. وبعد كده الفري وول كان اتجاهه كده ماشي الديبولاريزيشن ناحيه البوزيتيف، وبيقاطع وبيقرب اكتر ما بيبعد، فكان بيرسم باي فيزيك البوزيتيف اكتر من النيجاتيف، ده اللي كان بيترسم نورمال. لما الاكسس بتاعي اتقلب، تخيل كده القلب بتاعي بدل ما هو كده القلب جه لف كده، تخيل. فايه اللي يبدا يحصل بقى؟ عندي امراض بتغير الاكسس زي ما نشوف ان شاء الله في الابنورماليتي. ساعتها اتجاه الكهرباء بتاع السبتم والفري وول يتقلب، السبتم بدل ما هو كان ماشي كده هيبقى ماشي كده، والليد زي ما هو. لما السبتم الديبولاريزيشن تبقى ماشيه كده ناحيه البوزيتيف ترسم بوزيتيف ويف، ده السبتم ايه ده مش السبتم اللي كان بيرسم نيجاتيف ويف، سبحان الله بقى بوزيتيف لما اتغير الاكسس. والفري وول كان بيمشي كده صح، لا بقى يمشي العكس لان الاكسس اتقلب. لما يمشي العكس الديبولاريزيشن تبقى ماشيه بعيد عن البوزيتيف، ولما امشي بعيد عن البوزيتيف هرسم نيجاتيف ويف، ولكن لانه بيقطعه فيرسم ايه؟ فيرسم باي فيزيك نيجاتيف ويف بوزيتيف، اهو بقت نيجاتيف بوزيتيف مش بوزيتيف نيجاتيف، تخيل. فيبقى ساعتها الكومبلكس في الاخر بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اللي هي ار اس ار داش. يا سلام، ده ايه ده؟ ده لما اختلف الاكسس، انما الليد زي ما هو، ما انا بغير فاكتور واثبت التانيين. طيب ايه رايك بقى في النورماليتي؟ احنا النورمال، النورمال هارت الفري وول بيسجل كهرباء، والسيبتم بيسجل كهرباء عادي، والليدز والاكسس ما فيهمش اي مشكله، كان بيسجل كيو ار اس اللي احنا عارفينها. طب ايه رايك بقى لو احنا عنده انفيرير وول انفاركشن، يعني الليدز اللي بتبص على الانفيرير وول من تحت، وليكن مثلا كانت ليد 3 و2 في اف، فاكرهم 2 و3 في اف، كانوا بيبصوا على الانفيرير وول. طب الانفيرير وول مات، حصل له انفاركشن مش بيسجل كهرباء، يبقى السيبتم بيسجل بس الوول ما بيسجلش، فهتلاقي كهرباء للسيبتم. كهرباء المفروض ان انت عندك الطبيعي كيو ار اس، الكيو دي بتاعت السيبتم والار اس بتاعت الفري وول. طب الفري وول مش موجود مات، يبقى هيتسجل فقط كهربة السيبتم اللي هي كيو، فساعتها نقول عليها مجازا كيو اس، ولكن نقصد بيها كيو بس صح، يبقى فيها كده باثولوجيكال كيو، فاهم قصدي؟ فيبقى فيها كيو فقط، او بنقول عليها مجازا كيو اس. تعال نشوف الملحوظة الجامدة التانية. الملحوظة التانية بتقول لك ايه بقى؟ مفيش سبب ثابت للار ولا للكيو ولا الاس. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش تقول لي ان الكيو سببها دايما هو السبتال ديبولاريزيشن، وان الار اس سببها دايما الفري وول. لا، مش دايما، مفيش سبب ثابت ليه. ليه؟ قال لي لان السبب ده هيبدا يختلف باختلاف الليد او اختلاف الاكسس او اختلاف النورماليتي. مش فاهم، او يعني لو فاهم حتى مش مقتنع ازاي. يعني ممكن الكيو تعبر عن اي حاجه تاني غير السبتم، او السبتم كهربته تبقى اي حاجه تاني غير الكيو؟ تعال نشوف. نغير مثلا الليد. الليد الطبيعي اللي احنا كنا بنسجل بيه الكيو ار اس كان ليد 2. طب ايه رايك ناخد الاي في ار؟ الاي في ار كان اتجاهه كده صح، يعني البوزيتيف الكترود هنا. لما تيجي تبدا تعمل كهربه السبتم، كهربه السبتم ثابته لان الاكسس اتجاهه، انا غيرت الليد انما الاكسس النورماليتي عادي. السبتم كهربته تبقى ماشيه كده، والاكسس بتاع الفري وول يبقى كهربته ماشيه كده، السبتم ماشيه كده، سبت الديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن تقرب من البوزيتيف ترسم بوزيتيف ويف، ساعتها كهربه السبتم تبقى بوزيتيف. طب واول بوزيتيف تيجي اسمها ار. الا يبقى فعلا كهربه السبتم مش لازم تكون كيو، دي ممكن جت ار، يبقى بتتغير بتغير الايه؟ الليد. طيب
تعالى مثلا نغيرها باتجاه او بتغير النورماليتي. لو واحد مثلا عنده انفاركشن، واحد نورمال، النورمال هيبقى عنده نورمال كيو اللي هو الكيو ار اس طبيعي جدا. لو واحد عنده انفاركشن يبقى عنده كيو ما عندوش ار اس، يبقى ساعتها في باثولوجيكال كيو. فهمت القصد ايه؟ يبقى السبب دايما مش ثابت لكل ليه ما بين الار والاس والكيو وما بين الحاجات اللي كانت بتعملها، ممكن يختلف باختلاف الليد اللي ببص بيه او الاكسس او النورماليتي. انا كده اتكلمت على النورمال اي سي جي لما بصيت عليه بستة ليدز اللي احنا سميناهم الليمب ليدز من الكورونال سكشن. المحاضره الجايه هتبقى صغيره ان شاء الله، هنتكلم بيها على لما بص على الهارت بتاعي بالتشست ليدز ايه الويفز النورمال اللي تترسم، يعني برايت اخرى ايه هي النورمال اي سي جي في التشست ليدز ان هوريزونتال بلين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.